ولسه ردود الافعال على دراما رمضان مستمر، لانه مش من السهل خالص انك تلفت نظر الجمهور والنقاد خلال زحمه المنافسه في شهر رمضان اللي بنشوفه كل سنه. لكن برضه بنقول ان حتى لو مساحه الدور صغيره فده مش بيفرق، لان في دور صغير بيجذب المشاهد وفي دور كبير ملوش اي تاثير. بالظبط فعلا يا يحيى، ويمكن ده حصل مع كارمن بسايبس ونيكولا معوض اللبنانيين اللي قدروا بكل بساطه ان هم يسيبوا بصمه في اذهان المشاهد العربي، وده من خلال مسلسلات ليالي اوجيني وامر واقع. هتقضي طول عمرك كنتي مش جاهزة، عارفة ليه؟ لأنك مصرة تعيشي في دايرة واحدة. قدر نيكولا معوض إنه يحقق نجاح كبير من خلال دوره في المسلسل المصري أمر واقع. أكيد كتير مبسوط بالنجاح اللي حققته بمصر، ومثل ما قالت في كتير منافسة، لأنه في كتير ممثلين مصريين موجودين ومهمين على الساحة. نيكولا أثبت نفسه في مسلسلات مصرية تانية زي ونوس والسابع جار. هو واضح إن أنا وقعت في غلط فعلاً، مع اني حريص جدا في الكلام مع الناس في الشغل. مش بس الجمهور اللي اشاد بنجاحه الكبير، لا كمان زملائه الفنانين في لبنان ومنهم كارمن بسايبس. كتير بحب له تمثيله، وكمان نيكولا فيري اوثنتيك وحقيقي مع حاله وشغوف لهيدي المهنه، وواضح كيف خلال السنين المجهود اللي عمله ويلي بيحضره هو عم بيمثل بالمصري. واكيد اول صعوبه بيقابلها الفنان اللبناني هي اللغه، ويا ترى ازاي تغلب عليها. انا رحت مصر اصلا وكان لازم اصور ونوس بعدها بشهر ونص مثلا، فكان عندي 5-6 أسابيع، اللي هو دور شيخ، اه دور امام مسجد وشيخ وداعيه، اللي هو صعب. يوم الجمعه بقى ان شاء الله بعد الصلاه انا بدي درس. ابقى تعال. انا لحد دلوقتي لما بقف مصر بتكلم مصري عشان لازم اللهجه تفضل في ودانك، فاهم قصدي؟ هي دي بالنسبه لي اهم حاجه، وده اصلا بقوله لكارمن. كمان كارمن حققت نجاح كبير في الدراما المصريه في مسلسل ليالي اوجيني. عن جد كارمن من المسلسلات القليل كتير اللي بس تشتغله الواحد بحب شو عم بشوف، لانه بشوف حقيقه شو عم بتمثل، يعني حدا كتير ارتست مظبوطه بتمثل بحقيقه، ما بهم قد ايه حلوه، ما بهم شكلها كيف طالع. بس انا بدي حقيقه طبيعيه، كتبات وعائله. بس امتى هتمثل باللهجه المصريه؟ موضوع عم بشتغل عليه، والقعده بمصر اكيد هي بتساعد انه تصير تجي اللهجه بطريقه تلقائيه وطبيعيه. حرام عليك تعذبني وتعذب حالك.